وهمي زي ما كاتبينه زي ما سوقوله طعم من الخيال. اخباركم يا جماعه الخير، طمنوني عنكم. اليوم زي ما شفتوا بالعنوان جايين نجرب وهمي. وهمي هيو هون وراي جنب بلبن. نزلت طلبت من عنده وهمي سبيشال برجر. حكالي هاي هي عباره عن كل السندوشات، يعني باعتبار هاي التي تمثل سندوشاتنا، فانا طلبتها فقط. سعرها 4.75 دنانير، بيجي معاها الفرايز والمشروب وكانه ذره. طبعا قدامي على الدور يمكن 20 شخص، فشريت شو؟ شريت من عند بلبن رز بلبن سادة، هيك بس أسلق جوعي لحد ما يجهز الأكل. كل بساطة رز بحليب. بس تشوفوا هاي الطبقات بتحسوا في الأمان. تحسوا في إشي صح. رز بلبن فقط. بسعر دينار أنا يعني بحب أطلبه من عندهم. طبعا بلبن صار عليه جدل كبير، زي ما وهمي حيصير عليه جدل. بلبن زاكي مش زاكي، الأصناف اللي بقدمها. أنا بالنسبة لي يا جماعة الخير، بلبن دخل على السوق قدم لنا أصناف جديدة بالنسبة لسوقنا، وعمل افتكاسات وأشياء جديدة في عالم الحلو، والماركتينج تبعه كتير قوي، فيستحق النجاح. يعني مين إيش المبدأ؟ هلأ أنت عجبك أو ما عجبك، هذا إشي يعني برجع لك. أنا مش كل إشي عجبني عند بلبن، بس هو كبراند صراحة إشي ناجح. هاي ونروح نشوف شو صار في وهمي. وهمي يا وهمي يا وهمي طعم من الخيال. وهمي زي ما كاتبينه زي ما سوقوله طعم من الخيال. وهمي طعم من الخيال. وهمي طعم من الخيال. جربوا حكوا طعم من الخيال. خلنا نشوف. بسعر 4.75 دنانير حامل اشي حاسه ب8 كوزن. انتوا فاهمين؟ بعض المكونات طالعه برا. هاي واحد من المكونات اللي طالعه برا. بطاطا وذره والسندويشه الضخمه المعبيه معاهم مشروب. شوفوا لي انا متحير، هاي البرجر كيف بدي امسكها ابلش فيها. في وهارة واضحة، بس طعم هو اللي بحكمه بيلعب دور. بسم الله. حكون محايد في كل اشي، بس خلينا نكمل اكل لانه الواحد برضو بده يتغدى. لا ممكن ايش نحكي، وهمي لغوصة من الخيال. أنا أخذت الأكل من المطعم مباشرة وصراحة بارد. اللحمة حكوا عنها الأنجوس بيبل مش عارف إيش. شوفوا أنا بحكي لكم، وهمي الطعم مش من الخيال، بس السعر مع التجربة أوكي، يعني ممكن أطلب منه، بس ما حسنا دور الصراحة. فكرة إنه السعر شامل وجبة باعتبار، هاي من أحلى الأمور عنده الصراحة. انا بالنسبه لي مبسوط بالتجربه، بس ما بنحكى لها مثلا انه اذا بدك برجر زاكي روح وهمي، لا مش هيك، فاهمين؟ اذا بدك برجر رخيص كويس وجبه بنت عالم وناس اروح وهمي. فكرتهم الكميات والاشباع. الدراي مسليه، البطاطا كمان وضعها تمام. هاي هي وجهه نظري. نكمل تحليتنا اللي بلشناها. بسم الله. يا سلام الرز بلبن. شفت شغلة جوا قطعة اللحمة في جبنة، يعني مسكرين اللحمة على جبنة. أنا يا جماعة مش عم بنتقص من المطعم، أوعى حدا يكون فاهم إني أنا عم بنتقص، بس هو مش طعم من الخيال. جلوفز، فاينة، فاينة معطر وشوكة. كل إشي غير الطعم أحسن من الطعم، أنتوا فاهمين؟ يعني التجربة كوجبة كسعر كنظافة كمش عارف شو كبراندينج، هذا لا يعني الطعم إنه مش مقبول، لا مش زي ما سوقوا للطعم إنه الطعم من الخيال، لا الطعم مش من الخيال. بس هاي هي فكرتي. على اللي بعده طالع لكم على التصوير من نص الأكل. طلبت من بي سناك سندويشة اسمها كريسبي دايناميت أو إشي زي هيك بدينارين، وهاش براون كلاب بتيجي هيك مع بيض، برضو سعرها أو مش برضو سعرها دينار وربع. أنا شغال وطلبت أكل، بدي أكل ما بدي أصور، بس طلعيني كتير زكيين. فتحت الكاميرا على السريع. فولي هذا المطعم ناجح ودايما منقذ وسريع وأسعاره طرية.
ببساطة السندويشة بس بتحس حالك قاعد تاكل اشي يعني مش بالطبيعي بتاكله او بتعمله. عندكم الكريسبي هاي صوص دايناميت وهيك يعني كلاسيك بتحسها بس كتير زاكية. الخبز بتنحب وهيك يعني بتعطيك الجو انك تفرم لقمة ورا لقمة. كيفكم انتو؟ طمنوني عنكم. كيف بلوج المزرعة اللي فيه كرش؟ شايف تعليقات حلوة علي. بعده صليت الفجر وطلبت كعكتين من عند مطعم العلم، واحدة سكالوب وواحدة طحل. وصلين سخنات، شوفوا لي الكعكة هاي الطحل. وهون عنا كعكة السكالوب. سكالوب والكعكة مع صوصات وتشيز البداية حبيت الكعكة هيك جاي سخنة وشكلها يعني ما فيهاش عجين كثير. أتمنى تكون وصلتكم الصورة. نبلش بالطحل. بسم الله. انطباع أول عنها، حاسة بكل إشي أكتر من الطحل الصراحة، الخلطة والفلفل وإلى آخره، بس في طعم زاكي. معمولة صح، طعمها ظابط، حتى الطحل قادرين يعملوها مش شادة وما تغلبك في الأكل. الكعك واضح إنه طازة. الطحل بسعر دينارين وربع، سكالوب بدينار وستين. جاع بالي سكالوب في كعكة. أجواء مش بطالة، مش إشي مميز بس ظابط. ممكن أعلق على السكالوب إنه لو تركوه كمان شوي بالزيت بشكل عام ظابط وبتقدر تسلك جوعك فيه. الكعكة لعبة دور كبير يعني، لما بدي سندويش الطحل حطلبها، السكالوب ما حرجع أطلبها، فاهمين؟ النص الأول كان الطحل خفيف فيه، النص الثاني يعني الطحل فيه تحت. فولي هاي ريحتها وطعمها واستواءها كل شيء ظابط. حبيتها. الطحل من عند كعك العلم قوي. اكلت عندهم قبل هيك بس ما بتذكر الكعكة كانت زي هيك. نضبضب وننهي الحلقة. يا جماعة في اشي غريب في هاي الحلقة، كل اشي اكلته في الاستوديو اكلته وانا مش ناوي اصور. روستد من الهنينة، بدي اكل قطعة معاكم وننهي الحلقة واروح. قطعة من البروستد اللي طالعة هلأ من الزيت. توم بسم الله. ملتهبة. اول مرة بحس حالي بدي بروستد يبرد. قطعة سعيدة. اللي بعده. حلقة كان فيها كتير من المضغ والعض. بلشناها بلبن، بعده وهمي، بعدهم بي سناك، وعلى طول كعك العلم ودبوس البروستد من الهنينة. يعني نقرشات على الخفيف هيك في الليالي الماضية. هاي هي حلقتنا يا جماعة الخير. قبل الختام، كما دوما حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ظالم، كل متجبر، كل شخص بهالعالم مسؤول أو إله إيد عبادة أهلنا وإخواننا بغزة. رفح عبارة عن آخر مكان شبه آمن كانوا الناس نازحين له. اليوم الناس لا ملجأ لهم إلا الله، فيا ربي ارحمهم وانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أبشع أنواع القهر والظلم والفتك والإبادة، اللهم ارفع هذا الظلم عن هذه الأمة يا رب العالمين. أخيرا يا حبايب قلبي، بذكر نفسي وبذكركم بتجديد التوبة الصادقة لوجه الله تعالى وتكثيف الدعاء لأهلنا بغزة. والآن بقدر أحكي لكم، إذا عجبتكم هاي الحلقة وهذا النوع من الحلقات، انزلوا حطوا لنا أحلى لايك، وأكيد ما تنسوا الاشتراك ومشاركة هاي الفيديوهات مع ناس بتحبوها وبتحبوا تجوعوها. وبنحب نذكر إنه هاي الحلقات بتنزل كل ثلاثة وجمعة حوالين الساعة 6. سلام. إن تحريرها كلها بدأ، والله ستتحرر. السلام عليكم.